مساء الخير، كل عام وانتم بخير وان شاء الله دائما تضلوا بخير. حلقه جديده من برنامج قدها وان شاء الله كلكم قدها. حلقتنا اليوم مع الازواج، بدنا نشوف كمان مره كيف الازواج بيفهموا زوجاتهم، هل هم بيعرفوا كل شيء عنهم، هل هم مستعدين يمزحوا معهم مزحه خفيفه لطيفه ممكن تكون فيها شويه اكشن. خلينا نشوف مع بعض. كل واحد مرته فهميته، بس أبصر هو فهم مرته ولا لا. خلينا نشوف مين فهم مرته منيح، خلينا نشوف مين بخربط باسم مرته. يلا طيب عبد الله، اجي تشتري شو جهاز؟ كم من غرض هيك؟ انا عارف انه كم من غرض غرطنا معه. شو بدك تفرجي؟ هبل هذا. طقم طقم كاسات هذا لشو؟ ايه شاي، بس شاي. والله كم طقم عندكم بالدار؟ الله ما بتعرف، بس خلص اجاك اوردر. يمكن 10. هذا للبيت عندكم ولا لحتى؟ لا للبيت عندي. طيب شوف علي سيدي، احنا قاعدين هلا بنعمل تحديات. بدنا نشوف قديش انت اسد. اوكي تمام. بدنا ترن عمرتك وتخربط باسمها. لا انسى موضوعي كله كامل، انسى موضوعي كله. لا لا بس عادي عادي، بسيطة كثير. ولا يا زلمة، لا يا رجل، قديش لك متجوز؟ سنة. طيب يا زلمة اصلا بعد شهرين لازم تخربط. وبدك صراحة سيء مش موجودة، شو رح ترد علي؟ والله شرد ما بحكي له. لا والله الصراحة هي عسى مش موجودة. طيب خلص زي ما بدك سيدي. انساني كلني. طيب لمين جايب انت الاغراض اللي هي مش موجودة؟ الي. ايوه الي للبيت، ما بجهز وهيك وما توجد. طيب انت حر سيدي، خربط باسمها بس. تقدر ترن عليها مشان ايش؟ لا يرن عليها يعني مثلا انك بدك اشي من السوق، بس انه خربط باسمها. قولها مثلا هو عفوا ايش اسم زوجتك؟ رولا. قولها مرحبا ريما. تمام، بس هيك وكيفك وكذا، ونسمع صوتها هي شو الرياكشن تبعها. يعني هي ما بتحب المزح. هي مشكلة من مرة، ما هو احنا هو البرنامج قدها، يعني بدك تكون قدها بتربح، مش قدها هلا حل الموضوع عادي، يعني بترجع بعديها نظبط القصص. والله خايف تكون بتسوق هسه وهي طالعه بالسياره. بلاش تسوي حادث. طيب لسه الاسبوع الماضي سويت حادث. والله انت؟ والله انا لا احب الذكاء، يعني مزح هيك. فيش مزح بينك وبين مرتك؟ مش كيف الحال؟ تمام. مشكلة انت بتشتغلوا هون ولا جايين تسوق؟ لا جايين تسوق ان شاء الله. يعطيكم العافيه. الله يسلمك. متزوجين؟ نعم متزوج. عندك اولاد؟ نعم بنتين. نعم. وحضرتك؟ أربعة. ما شاء الله أربعة أولاد؟ ولدين وبنتين. ما شاء الله. قديش لكم تقريبا متزوجين؟ 15 سنة. طيب إحنا برنامج قدها، برنامج تحديات في رمضان. قاعدين نتحدى الناس تحديات خفيفة. تمام. بينكم اثنين نتحداكم أنتوا التنين. تمام. واللي بيقدر على التحدي بيربح. تمام. أيوة. التحدي يا سيد العزيز، بدك ترن على زوجتك الآن وتخربط باسمها. ايوه بس رن عليها مثلا. ايش اسم زوجتك البركه؟ لا صعب. لا ليش يا رجل؟ ايه صعب. لا ما مصير. هلا صعب، هو التحدي لازم يكون في صعوبه. اوكي هو تحدي. بعدين. طيب لا بعدين شوف، احنا بنسوق شوي بنسمع الرياكشن، بعدين خلص بنحكي لنا. لا صعب. طب ماشي جاهز. يلا تقدها. ايش بدك؟ صح بقدها. يلا ايش اسمها زوجتك؟ هدى. هدى. بدنا نخربط باسمها. ايش نحكي لها؟ لينا. ايش اقول لها؟ احكي لها لينا مثلا. لينا يا حبيبي. حبيبي يا لينا، انت شو الاخبار؟ شو في ما في؟ ايه حبيبي يا لينا، شو الاخبار؟ مين لينا؟ اسف يا اسف حبيبتي. هدهد. ايش؟ توسط علي يا روح. ما تخبطش عليكي؟ طيب ماشي. يلا اوكي. احنا برنامج تحدي. احنا برنامج تحدي قاعدين بصوره، فكان لازم اني اخربط في اسمك المفروض. شوف شو الرياكشن. شوف شو الرياكشن راح يصير. بس والله الرياكشن نورمال يعني. شكلها متعودة تخربط. راح اربحك سيدي، بس انا بدي احكي لك شغله. بدي ارجع اتحدى صاحبك. اعملها. سهله يا زلمه. يلا والله سهله. اربح جهزتين، ليش جهز واحده؟ والله يطلع التليفون. يلا زينه كلها. عزوزو ولا عزوزو؟ مش متعود احكي لها حبيبي. عزوزو. الو
الو. مرحبا زوزو، كيفك؟ شو اخبارك؟ الو الو، مرحبا زوزو، كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلين. مين زوزو؟ طيب شو كيف امورك؟ تمام. تمام. قلها بالغلط، رنيت. الو الو. شكلي متخربط. الو، واسمع علي بس لين قاعد ما لا. سوري متخربط. ايه وقم عليها. الو الو الو. سوري متخربط بالرقم شكلي. شكلي متخربط بالرقم. متخربط بالرقم. زوزو اخبارك؟ شو بتعملي؟ ايوه بالظبط. طيب طيب اسمعي. من زوزو شو عم تعملي؟ انا لسه بقول له ماشي بس هي عم تستوعب. طبعا لا احنا بنمزح معك. هو بحب اقول لك بس والله انه الشباب قدها، فراح نعطيكم اثنين جوائز. ايش تعطي؟ نعطي 50 ليره لانك الاول عند دكتور بركات الجابري، علاجات سنيه قد ما بدك ب 50 ليره. طبعا هم كلهم بيطلعوا فهمتين بس يعني مو تفرق. واعطينا كوبون كريم هيك عشان يجيب بقلاوه. خلص انت 10 دنانير من كريم هايبر ماركت. قدها الاردني، قدها الاردني، قدها رمضان معنا بتفرح. تحدي اليوم بمسك انت شخصيا. تمام، يا ريتني مشيت بس. عادي، لا ما شاء الله عليك مرتب. يسعدك. زوجتك اكيد تعرف عنك كل شيء. لا. اكيد. لا طبعا. والله. تقدر يعني تعرف عنك كل شيء؟ انت تعرف عنك كل شيء. لا. ايش بيسموه؟ بكاش. طيب. المفروض تعرف. انت بتعرف؟ وانا بعرف. انت بتعرف كل شيء؟ اكيد. طبعا. طيب بدنا نتحداك ونشوف قديش معلوماتك. تمام. قديش لكم متزوجين؟ لنا 11 سنة. 11 سنة؟ ما شاء الله، يعني عمر. طيب بعد هذا العمر راح اعطيكم اثنين لوحين، كل واحد يجاوب على الاسئله الموجوده باللوحين بما يخص زوجتك، يعني الاسئله هي عن الزوجه. حلو. تمام؟ بدنا نشوف قديش تعرفها. هلا نشوف شو بدك تجاوب. هم ثلاث اسئله. ايوه. ممكن نعطيكم هيك سؤال رابع اذا حسينا انه قريبين من الربح، اوكي؟ طيب بدك تحكي لنا اكثر نوع شوكولاته هي بتحبه، واكثر نوع حلويات هي بتحبه، واكثر لون هي بتحبه، واكثر لون هي بتكرهه، وانت بدك تكتبي لنا نفس الشيء عنك. اوكي. تمام؟ بس بتبعدي عنه عشان ما يغش. غش. لا انا غشيم بالشوكولاته بصراحه. يعني نحكي يعني بعرف شكلها. ناس شو اسمها؟ ما تحكي، احكي شكلها عادي. ما تحكي. طيب. تخسر. حلويات اي شيء؟ اللي انت بتحبيه. يعني اللي هو لو جاء هو لما يطلع بيجيب لك اياه لحاله هيك لانه عارف انك بتحبيه. والله انا مش عارف اقرا خطك هلا بتفسر لنا. بالله لفي على الكاميرا هيك. ايوه ممتاز. طيب اكثر نوع شوكولاته بتحبه؟ برافو. والله جالكسي. بس هي جالكسي. طيب هي جبنه متموت. طيب كنافه. الكنافه اسمها جبنه متموت. طبعا اعطيك يا سيدي الموزاريلا جبنه متموت. بدي احكي لك شيء. هي عشان الموزاريلا بيتزا بتموت. لا ما هي الحلو مش بيتزا. لا جبنه متموت، في كثير انواع جبنه متموت. احنا بنسميها في البيت جبنه متموت. عشان فرح. بسموها ايش بسموها؟ جبنه بتموت عشان فرح. هيك بتسموها انتم؟ احنا عشان فرح. قاعد بتغمز له. اوكي جمعه فرح. يلا مش مشكله. اللحين هيك. ايوه الهمهم وجوز الهند يعني نفس الشيء. طيب كنافه. كيك. كيك ايش؟ كيكة كنافه. اي كيك. هي حكت كنافه. طيب اكثر لون بتحبه؟ الاسود. الاسود وبدون الف. هاي الاسود. تكرهه الازرق. تكرهه الازرق وهي حاطه الاصفر لانه ما بحبه الازرق فانا بكرهه. امسكي بعد اذنك هيك. تمام. طيب اكثر نوع شوكولاته بتحبه؟ جالكسي. جالكسي. نوع حلويات بتحبه؟ لوتس. انت شو قلت؟ اول مره حكى كنافه بعدين حكيت له راجع حط بقلاوه. اكثر لون بحب الخمري. خمري. بكره الاصفر. هلا بتكره الاصفر مزبوط بس حاط انه بتحبي الاسود. لا بحب الاسود برضه بس برضه كمان بحب الخمري. شو بتحبي اكثر الخمري ولا الاسود؟ بدك الصحيح الاسود. طب ليش ما كتبتي؟ هلا يعني ايش بدك تغلطي؟ لا والله. اكثر لون بتحبه؟ احمر. انا الموف. الموف يعني الالوان. لا الموف الاحمر.
لا يا رجل انت بتعرف شو الموف؟ انا بعرف شو الموف. احنا الازدان ما بنعرف لانه هذا احمر وهذا اصفر وكلهم شبه بعض. ولام تكرهه؟ ايوه. ايش هو؟ اللي هو الاصفر. الاصفر هو الفسفوري؟ اصفر. اصفر هو الفسفوري؟ اصفر فسفوري. هو على هو على ذوقه شو بحب علي. خلاص شباب الدكتور عليكم؟ لا نص علي نص علي. لا شوف بدي احكي لك شغله. انا رح اربحك بس بشرط. بدك تحقق شرط ثاني لانك ما جبتهم 100%. على الفيسبوك بتكتب انا قدها تمام وابحث بعون الله عن زوجه ثانيه. وهي بدها تعمل لك شير. اكتبها وهي تعمل لي شير. ايوه. وبعدين؟ وبس بتربح. بس؟ بس. شوفوا اسهلها. شو عندك مشكلة؟ تسوي شير. عندك مشكلة؟ اعمل له شير؟ اها ما في مشكلة عادي. طيب بعطيكم سؤال ثاني. هي اكتب الجواب هون مباشرة، أنا بدي أسألكم إياه. أكثر نوع فواكه هي بتحبه، ما تحكوا كتابة. الكاميرا. خلاص وأنا بنثبت النظرية شباب. الموز والبطيخ. الموز والبطيخ التفاح. الموز والبطيخ والتفاح. طيب شكرا لكم. ولا تعترف عني شيء بسيط. سؤال الفاصل تمام. اكثر نوع فواكه بتحبه لا تحكي غششني. تعال تعال تعال. تفاح. اوكي خليك هون. ايش اكثر نوع فواكه بتحبيه؟ بطيخ. البطيخ تفاح بطيخ. يعني خلص خلص راجعوا بعض بعد لازمك مراجعة سيدي. شكرا لك. لأن الحياة الزوجية قطعة من السكر. الحياة الزوجية قطعة من السكر. تمام. قررت هاي النقطتين. ايوه قررت نحن أن أعمل قطر. أعمل قطر. وادعوا لي. ادعوا لي. كم ولد عندكم؟ مشاركة. علي وليد وفرح. علي. علي وليد وفرح. علي قديش عمره؟ 12. لا لا اكتبي له اكتبي له كل شيئا. ايوه. شو احكي له؟ الله يوفقك حبيبي كل الدعم. والله ولا لايك. لسه ولا لايك. لا احد يحب هذه المواضيع حتى ما فيش غضب. بالله حط البوست. لا حطه برضه. لا في واحد شير. في واحد شير. في واحد شير. ايوه. فرج الشير. بس صدقني لانه انتم شاركتوا معنا بالتحديين ربحكم جائزتين. انت سيدي انت اللي قدها. والله انت قدها. بس اسمع هذا البوست بدنا نخليه اليوم كله. ما عندي مشكله. لا عادي 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 عادي. لبعد العيد كمان رح تربحوا معنا جائزتين. الجائزه الاولى عباره عن كوبون تسوق من مفروشات النوم المثالي، ورح نعطيكم كمان كوبون تسوق بقيمه 10 دنانير من كريم هايبر ماركت. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قدها، حلقة استمتعنا فيها بالتحديات، ناس كانوا قدها وناس ما كانوا كثير قدها، لكن كلياتكم إن شاء الله قدها. نلتقي فيكم في حلقة جديدة وتحديات رائعة في برنامج قدها. سلام.